السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة مميز جدا جدا من بواقي وقصائص القماش. يلا نعمل لايك ونبتدي على بركة الله. معانا قطع من القماش اللي احنا مش محتاجينها خالص، تمام؟ يعني زايدة عن حاجتنا، تمام؟ طيب انا هنا باخد اي حاجة مدورة، اي طبق، اي حاجة، واعمل علامة دائرية. انا طبقت هنا القماش عشان انا هعمل حاجتين اهو، وهعمل دايرة بالشكل ده اهي، دايرة بتاعتي اهي، وهقصها، هعمل بس نص سنتي زيادة فوقها عشان مسافات الخياطة، لكن انا همشي على نفس التدريج بالشكل ده اهو، تمام. ومحتاجة سوستة زي ما حضراتكم شايفين كده. الامور بسيطة قوي، استغلال لبواقي القماش علشان مش عايزين نرمي حاجة، وعلشان كمان احنا مبدعات وبنستغل كل حاجة عندنا الاستغلال الامثل والمطلوب. شايفين وردة رائعة وجميلة ازاي. هاخد قماشة سادة، ده قماش ملايات سرير يا جماعة، عشان لو حبيتوا بس تقولولي الالوان الجميلة دي ولا القماش ده منين، ده ملايات سرير، تمام. طيب هاخد هنا برضو اهو، طبعا ممكن تستغلي بواقي جينز، ممكن تستغلي اي حاجة موجودة عندك، تمام. هطبق كده عشان اخد اتنين برضو زي ما عملت اهو بالشكل ده. طيب كده تمام اهو، اصبح معايا اتنين من قطع مختلفة واتنين من القماش السادة، تمام. طيب هاخد القطعة دي كده واقسمها بالنص بالظبط، هاخد القطعة دي كده واقسمها بالنص بالظبط اهو، وكمان القطعة الملونة التانية برضو بالنص بالظبط. ويلا كده علشان نركب السوستة بتاعتنا، وتركيب السوستة من ابسط ما يكون. طيب اهو هاخد اول قطعة دي عشان اركب فيها السوستة، والسوستة برضو باللون الاحمر اهي. بفتح السوستة بتاعتي بالشكل ده، ويكون بداية الحديدة دي اللي عندي هي بداية الطرف اللي انا هشتغل منه اهو. بسم الله، اهتمي بلون الخيط بس، انا عشان التدريب وعشان بصور اكتر من فيديو ورا بعض، فما بقدرش بصراحة ان انا كل شوية اغير الخيط اهو. وكمان حابة انك تشوفي خط الخياطة ماشي ازاي بشكل مستقيم اهو. دي طريقة الخياطة اللي انا عايزاكم توصلوا لها، نفس المساحة ونفس المسافة، تمام اهو. طيب وبرضو بركب الجزء التاني منها برضو في نفس الاتجاه يا جماعة اهو، بدايتي عند الخط بتاعي ده كده بالشكل ده كده، تمام. باخدها كده على الجزء اللي انا الجزء السادة معايا، وابتدي اخيط على مسافة النص سنتي اللي احنا قلنا عليها اهو، وباخد معايا السوستة هنا. بفتح السوستة شوية عشان لما احتاج افتحها ما يبقاش فيه صعوبة اهو، بقفل برضو على السوستة بالخيط. ان حضرت عن الطريق لا ارجعي خياطي تاني، مفيش اي مشكله. طيب هنا بقص بقى زيادات اهو، وبعمل تفتيح للخياطه. شايفين شكلها ده كده، شكلها اهو للهدايا، للهاند فري، لاي حاجه يا جماعه، فلوس، فضيه، حاجه للميك اب، حاجه تحطيها في شنطتك، اوراق مش عايزاها تتلخبط في الشنطه. طريقتها سهله وبسيطه. هعمل التانيه كمان، التانيه بقى عايزه اعملها عشان تبقى في
معايا في المفاتيح بتاعتي، فانا هعمل الشريط ده كده اهو بالشكل ده كده، شريط رفيع واخيطه الشريط بتاعي اهو. في رمضان يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، الاختراع ده جميل قوي لما تحط فيه تمر وتحطيه على السفره او للاطفال الصغيرين، برضو اختراع حلو قوي قوي. تمام، نفس الحكايه في تركيب السوسته اهي اهو، نفس الحكايه بس هنا طبعا هحط بقى الشريط اللي انا عملته ده بالشكل ده كده من الداخل. تمام اهو، واروح حاطه الجزء الساده معايا واخيط عليه على نفس بعد المسافه اللي اتفقنا عليه. مشاريع والله كل الحاجات دي بتتباع في المكتبات بشيء غالي يعني بأسعار غالية، والبنات بتجري على الحاجات دي. نتأكد بس ان السوستة جاية مظبوط اهو بالشكل ده. برضو بشيل الزيادة وبرضو بعمل تفتيح شايفين الشكل والبساطة والسهولة واستفادة من القصايص. شايفين البنات بتجري عليها في المكتبات عشان تشتريها. فرو قطيفة اي حاجة يا جماعة، تمام، اي قماش متوفر عندك اشتري فضلات القماش بواقي القماش اشتريه، اعملي صفحة على الفيسبوك سوقي لمشروعك، سوقي بالدعاية، سوقي بالاعلان. طبعا المشروع ده مش هيكلفك حاجة، السوستة تقريبا ب 75 قرش، تعملي كمان كمية يعني لو هتشتري سوست بكمية بتتباع بالجملة سعر اقل طبعا. تمام، بواقي القماش دي موجودة، حتى لو انت عايزة بتروحي عند محلات بيع القماش وبتاخدي منهم الفضلات او البواقي وبتعملي قطعة من دي. عايزة اعرف سعرها، انا هبيعها بكام او هبيعها ازاي؟ بروح المكتبات واسأل عليها لانك هتلاقيها متوفرة في كل المكتبات، اسأل عليها هي بكام. تمام، طيب مثلا لقيتها بعشر قروش مثلا، هاجي اقول انا هبيعها بثمن قروش وانزل على فيسبوك وعلى صفحتي، اعمل اعلان ممول بسيط كده في الاول، اعلن ما بين الاصدقاء ما بين الاصحاب، اكبر دايره اصدقائي، اقول لكل المعارف ان انا ببيعها بسعر اقل من المكتبات ومن الاماكن السناتر والكلام ده. تمام، هلاقي اقبال جميل عليها ان شاء الله، ربنا يكرمكم ويرزقكم يا رب من اوسع ابوابه. ما تنسوش تعملوا لايك، بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.